يكون عندك انترنت لا محدود سواء كنت في مصر او في اي مكان في العالم. وعشان اوريك سرعة الانترنت اللي بكلمك عنها هنخش دلوقتي نعمل مع بعض سبيد تيست. وزي ما انت شايف سرعة الداونلود عدت الواحد جيجا، وفي اوقات تانية ساعات بتوصل لستة جيجا بايت بير سكند، وسرعة الابلود ساعات كمان بتعدي الاتنين جيجا بايت بير سكند. ولو رحنا نحمل الفيديو ده اللي مساحته اكتر من اتنين جيجا بايت هنلاقي ان هو بينزل في ثواني حرفيا. ولو رحت دلوقتي على القناة بتاعتي علشان ارفع الفيديو ده عليها هنلاقي ان هو برضو بيرفع في ثواني معدودة. اللي بكلمك عنه دلوقتي ده موجود بشكل مجانا على نيفر انستول، هتلاقي الرابط في الوصف، هتدوس على ساين اب فور فري وتختار الطريقه اللي عايز تعمل بيها حساب مجاني. هيظهر معاك البرنامج بالشكل ده، هتختار كروم وتروح على لونش الانديا دي، هتلاقي فيه ار كده، هتدوس عليه واختار يور.